السلام معكم شافق راتب، عمري 18 عام، تزاديت في مدينة عيون، كبرت في كازا. والدي تفارقوا 2007، بقيت مع ماما شي مدة، قالت لي قعد معايا، قلت لها لا باغا نمشي مع بابا، قالت لي سير ولدي اللي عجبك. مشيت مع بابا، بقيت مع بابا عاد عماماتي، كانوا عماماتي كعمروا ليه راسو كيقولوا صيفطوا عاد مو صيفطونا صيفطونا، حتى واحد ما تكلف بيا. اجا بابا اول مره ركبني في واحد الكرويله، حطني في عبده، مشيت عند جداتي قلت لها شكون انت، قالت انا جداتك، قلت ما كنتش عارفه، حتى الاخر اني عرفتها. صافي بقيت معاهم، كان ديك الساعات انا مع جداتي ما كنتش مولف العروبيه، ما كنتش عارف. صافي ديك الساعات بقيت كنهرب لهم كل مره، بقيت جابوني البوليس، فتح البوليس ديك الساعات رجعوني للدار، بقيت قاعد معاهم، عاوتاني هربت لهم، ما كنت كنتصنى ديك الساعات، كنت باقي صغير. صافي بقيت في الزنقه 6 سنين. صافي مشيت عند ماما كتقول لي يا سير عند باك، ماما يسكي باغا تشدني، ولكن مسكينه كتخاف ندير صداع ولا شي حاجه، نقول ما بقاش ندير صداع، انايا كنت كندير ماما صداع، ما كنتش كنتصنت ليها، ما كنتش حامل حاجه، كتقول لي سير اولدي الله يهديك الله يرد بك ولدي، نقول لها امين يا ماما يا ولدي. صافي بقيت في الزنقه ناعس، كل مره فين، مره في اسفين، مره في طنجه، مره في كازا، كل مره فين. شراو لي الناس التليفون، هو عندي دابا شراو لي الناس دابا شي يومين. بقيت في الزنقه، مشيت عند جداتي البارح، هي تقول لي رحبوا بيا، وقعدت معاهم شويه، وهذا داك الساعه قبل ما يجي خوالي، فاش قال يجي خوالي غيقتلو غادي يولو قاتلينك، راه يولو داير فيك شي جريمه. صافي قلت لهم علاش، قالت لي خالك هذاك الشيء اللي درتي، اللي قلتي على خالك راه ما كيصلاش، كنت كنقول لهم خالك كيضربني وهذا هذا، خلي ما تقبلهاش. صافي بقيت، عطتني ماما 5000 ريال، بقيت في الزنقه، جيت الاسفي بقيت ناعس في الزنقه، كنت مريض دابا 5 ايام، 5 ايام وانا مريض، باقي حتى سير وتعدو باقي عندي. صافي بقيت ناعس في الزنقة، حاجة واحدة اللي كنطلب، كنطلب من الله يجازيك بخير، الله يرحم لك والديك، أنا ما طالب منك والو، صبي غير لك رد ديالي وقفي معايا. أنت عارف أنا كنقول لك شي حاجة كتبقي تضحكي عليا، كتبقي تقولي لي ها سير أنت ربي بوحدك صوب لاكارات، بحالك بحال بحالك بحال سيادك، سير أنت سير هنا سير ليه، نقول ماما ما غاديش نعرف، أنا باقي صغير، كتقولي سير عندك وراك طلعت العيون وجيب الجدور ديالك وجي وشوف شي ناس نعس في دربهم عندهم لاكارات ونصيفطك الوراق عندهم مورا العيد. قلت لها صافي، بقيت في الزنقة 6 سنين دابا. صافي بقيت في الزنقة 6 سنين، دوك مشيت عند الوالدة ديالي، بقيت عندها، هي عطتني 5000 ريال، هي تقول لي يا ولدي شوف هاك 5000 ريال وسير نعس. جيت اسفي هنايا، بقيت نعس في الزنقة، شرب لي الناس الحوايج، كون ما عارفش انا اسفي مزال، كل مرة فين. صافي مشى ليا التليفون ديالي، كريسيت شحال هادي، كانوا الناس كيتصلوا بي كيعاونوني، مشات ليا النمرة، دابا الناس راه شراو التليفون شراو ليا النمرة. صافي حاجة اللي كنطلب، كنطلب ماما الله يجازيك بخير، الله يرحم لك والديك الوالدة، أما ما طالب منك والو ماما، طالبك صافي يلاه كتنا صونان وديري لي شي مستقبل، راه حياتي غتضيع يا ماما، راه 6 سنين وأنا صابر. أنتي ملي جيت عندك كتبقاي تقولي لي داك الشيء، أنت شوف شحال كي غدير، رجع الزنقة، رجعنا، عييت من الزنقة، عييت. حاجه اللي كنطلب انا راه عارفك انا عزيز عليك، انت عزيز عليا، انا كما كنحرك كتبقى والديا، ولكن صبوا لي الله كتنصونا. الحاجه اللي كنطلب منكم صافي وخلصوا عليا الناس الحديد، كنت في جمعيه كرم من قبل، كنت كنهرب ليهم، ما كنتش كنقرا حسي، تحت من الشجر تاع الطواري، ترس من فخذي 2014، خلصوا عليا 4 8، جات عندي جدتي بدات كتبكي بوحدها، جات عندي السبيطار بوحدها، مش انت شي واحد، جات عندي بوحدها. صافي جات عندي، جابت لي عكاكي، جابت لي الماكلة، داتني معاها للدار، طبريت، عاوتاني قلت لها باغا نمشي عند ماما، كان راسي قاصح ديك الساعات، ما كنتش كنتصنت. صافي وانا نخرج، صافي مشيت عاوتاني الصويرة، بقات في الصويرة، كنتلاوح من هنا،
درت قصيده عاوتاني بالموتور. جا عندي خالي عبد واحد الله يجازيه بخير تا هو وقف معايا. صافي مني جا عندي بقيت في الزنقه ديك الساعه كنتلاوح كل مره فين كل مره في الدرب مره اسفي مره طنجة كل مره فين حاجه كنطلم ما عندي دابا فين نعيد دابا انا بقى في الحال كلشي كيبان لي الدراري فرحانين ضاحكين باغي يعيدوا وانا ما عندي فين نعيد وصافي. اخر كلمه نقول ماما نقول ماما الله يهديك راك كما كان حركه تبقى الوالده ديالي انا عارفك انا راس انا عارفك كندير الغلط انت انت سمحي لي كنحفك بالله ما بقيت نعاود ما درتي صداع ما بقيتش غادي ندير شي حاجه الله يرحم لك والديك صبي غير كتنصونال وندير علاش نرجع راني عيت من الزنقه ما كنتاش نرد وكنطلب حاجه واحده من خوالي وجداتي وجدي سمحوا لي درتي غلط كنت كنقول لكم عيد مبارك سعيد عيد وتعاودوا كما واخا انا ما كاينش معاكم كنعتبر راسي دابا بحال معاكم ولكن الله يهديكم الله يرضى بكم هادشي اللي كنطلب منكم.